أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير لا يجوز، سواء بالرسم باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا، سواء الفيديو أو غيره. التقاط الصور بالآلة هذا تصوير. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعا دون نوع، بل لعن المصورين عموما، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. ولم يفرق بين التصوير بالكاميرا أو التصوير باليد والرسم أو التصوير بالنحت والتماثيل، لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام لم يفرق، فتصوير عموما بالكاميرا أو غيرها حرام، وملعون من فعله، وحرام اقتناء الصور المصورة بأي وسيلة إلا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه، للتصوير اللي يحتاجه الناس للبطاقة أو لجواز السفر أو للإثبات، الإثباتات، هذا أصبح ضرورة، والضرورة يباح من أجلها بقدرها. أما ما عدا ذلك فالتصوير على الأصل حرام بجميع أنواعه. ومن ادعى أن التصوير بالكاميرا حلال فعليه أن يقيم الدليل على هذا. ما هو الدليل؟ ما عنده دليل. وكلام الرسول لا يخصص إلا بكلام الرسول أو بكلام الله عز وجل، لا يخصص برأي فلان أو تفكير فلان، لا يخصص أحاديث الرسول بهذه الأمور. نعم.